ومن شكر نعم الله تعالى البعد عن كل أسباب الفرقة والاختلاف ونبذ كل الأسباب الموجبة للتشتت والتشرذم. فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، واحذروا كل الدعوات والرايات والشعارات التي تزين وترغب في الفرقة والاختلاف.